المسالك البولية يعتبر من التخصصات المهمة جدا في تشخيص ومعالجة الكثير من الأمراض طبعا المرتبطة بحياة الإنسان، حيث أن هذا التخصص يرتبط بالعديد من الأعراض والتي يختلف علاجها بين جراحي أو علاج دوائي. المزيد مع ضيفنا الدكتور إيهاب السيد استشاري جراحة المسالك البولية. أهلا وسهلا دكتور، نورنا. الله يخليك، تسلمي. ثانك يو. خليني أبدأ معك بأول سؤال. يقال أنه هذا التخصص هو أكثر التخصصات التي استفادت من التقنية والتكنولوجيا، هل تتفق أو لا؟ أتفق جدا. في أشياء كثير كانت تتسوى زمان، كمثال عمليات الحصوات، كنا زمان نتكلم على 20 سنة أنه كانت كلها جراحة وعبارة عن فتح للبطن واستئصال للحصوات. الآن بنسويها بدون أي جراحة بأحدث التقنيات، حتى بنقدر نوصل إلى الكلية بالمنظار المرن ونفتت الحصوة داخل الكلية ونسحبها بشبكة بسيطة. صحيح. حتى في حالات الأورام، كنا في زمان مثلا استئصال الأورام كانت عن طريق الجراحة، الآن تقنية الروبوت بتتسوى، أنه الجراح جالس بيسوي العملية بالروبوت و الأجهزة هي اللي شغالة، وهذه من أحدث التقنيات الموجودة ومتوفرة عندنا في المملكة. صحيح. طب هل هناك صورة قاصرة عن هذا التخصص؟ يعني مرات البعض مو فاهم مساحة هذا التخصص. أيوة، في ناس كثير بتختلط عليها أحيانا لما تسمع كلمة استشاري جراحة مسالك بولية، يعني تتوقع أنه هو له علاقة فقط بالتبول، مع العلم أنه هو تخصصات كثير فرعية، منها تخصصات أمراض العقم، تخصصات الأورام، المسالك البولية، ترميم المسالك البولية، الحصوات وجراحات المسالك البولية، أمراض النساء للمسالك البولية وعدم وأمراض سلس البول، فأمراض أطفال المسالك البولية. ففي تخصصات فرعية مرة كثير تحت تندرج تحت جراحة المسالك البولية. طيب السؤال المهم، متى يلجأ المريض لطبيب المسالك البولية؟ يعني عادة إيش الأعراض اللي ممكن تظهر على الإنسان تستدعي الذهاب للطبيب؟ يعتمد على زي ما قلت لك، هي تخصصات فرعية مرة كثير، بس إحنا لو نجي لأكثر شيء شيوعاً في بالذات في المملكة اللي هو بسبب الحر، الجو الحار، اللي هو تكون الحصوات. عادة مريض الحصوات بيشتكي من حرقان أثناء التبول، آلام في الكليتين، أحيانا كثير بيلاحظ تغير في لون البول إنه يصير لونه غامق. ففي هذه الحالة هذه الثلاثة أشياء تخلي لازم يروح لطبيب المسالك البولية. الأشياء الباقية في أشياء منها للفحص زي الكبار في السن من الرجال عشان يفحصوا أورام البروستاتا، لازم مفروض إنه مع سن 50 يسووا فحص سنوي أساس يتفادى انتشار الورم والأشياء هذه. حتى عند الشباب ولا عند سن معين؟ يعني بعد 40 مثلا أو بعد 50 بالنسبة للأورام؟ أي للشباب؟ بالنسبة للأورام من سن 50 مفروض سنويا يسوي تحليل دم، هرمون اسمه الـ PSA. هذا الهرمون بيساعد على اكتشاف الأورام بدري، فهو مجرد تحليل دم ما بياخذ دقيقة واحدة، بيتسوى يصير ويراجع الدكتور. مفروض انه هذا السكرينينج مطبق في العالم كله. يعني حديثا في المملكة صار الناس كثير الوعي زاد، صار عندهم وعي جدا. صحيح. جدا فرق. صحيح. كبير. يعني زمان كنا الأورام نشوفها في حالات متأخرة، المريض يجي يكون جاء وحصل انتشار، الآن لا، بيجي المريض من البدري ويقول لك أنا أبغى أتأكد أنه ما عندي ورم. طب خلينا نتكلم عن أهم الأمراض اللي بيتم علاجها من خلال أطباء هذا التخصص. زي ما قلت لك أكثر شيوعا الحصوات. الحصوات هي عبارة عن ترسبات للأملاح بطريقة معينة، بتترسب في منطقة في الكلية أو الحالب، فبتكون زي حصى. أكثر أسباب شيوعا قلة شرب الموية. المفروض الإنسان الطبيعي يشرب من حوالي لتر ونص إلى لترين ونص يوميا موية على أساس يتفادى تكوين الحصوات. أعراضها زي ما قلت لحضرتك إن هي فكرتها إنه آلام، دم، تغير لون البول، ساعتها على حسب مكانها. حاليا جراحة تقريبا ما في، يعني ما صار أحد يسوي جراحة للمسالك البولية، كلها بأحدث التقنيات، يا هي بالموجات أو بالمناظير بالليزر، وتكون تحت تخدير موضعي. صحيح. تخدير نصفي أو تخدير كامل على حسب. طب من جد ليه دكتور لاحظنا فعلا في الفئة الأخيرة، الفترة الأخيرة خصوصا في فئة الشباب عندهم حصوات بشكل رهيب؟ البنات والشباب المصيبة أنه عارفين بسبب قلة شرب الموية وما بيشربوا موية، ما حد بيشرب موية بالضبط، وكثير بيروحوا النادي في بيشربوا اللي هو المكملات الغذائية. صحيح. أيوة، وما بيشرب مويه كفايه وما بيحرقها كفايه، فهذه اصلا بتسبب تراكم في الحصوات زياده. اوف، هذا تصريح خطير. لا هو مو تصريح، هو شيء معروف. مو كثير عارفين ان المكملات الغذائيه ممكن تسبب حصوات. مو اذا ما حيحرقها مضبوط او حيعوضها بشرب المويه كثير. يس.
طب هل في يعني اسباب ثانيه للحصوات او السبب الرئيسي والاهم بس 70% المعده؟ من المرضى طبعا في اسباب ثانيه، في اسباب جيناتيك اللي هي مشاكل زي ما يقولوا في الجينات نفسها وراثيه. وراثيه. في اسباب اللي هو املاح اليوريك اسيد اللي هو مرض النقرس، اذا ملح اليوريك اسيد زايد 15% من الحصوات بتكون يوريك اسيد ستون اللي هي حصوات اليوريك اسيد، هذه بسبب مرض النقرس. بيكون المريض تقريبا عارف انه عنده مرض النقرس. في امراض الغدد نفسها، الغدد الفوق الدرقيه والاشياء هذه كلها، اذا ماده الكالسيوم عاليه، وهذا كثير في البنات اكثر من الرجال، انه اذا الكالسيوم عالي بسبب الغده ساعتها بيكون عندهم تكون للحصوات. فكثير يجوني مرضى عندها الغده، عندها الكالسيوم عالي، بيجي لها حصوه، بقول لها اول شيء ضبط الكالسيوم، لانه انا حتى لو فتت الحصوه وشلتها شهر شهرين حترجع ثاني، لانه السبب بيرجع ثاني وبيرجع. اغلبهم يعني اول مره لازم ما يسمعوا كلام، ثاني مره يعرف انه رجعت فيبداوا يعدلوا المشكله. طب يعني هل تتفق اليوم انه اكثر الامراض بتكون مرتبطه بسلوكياتنا الخاطئه، يعني مثلا الاكل، الشرب، العادات الخاطئه، حسر البول من الخجل مثلا للذهاب للطبيب؟ 100% كلامك صحيح. لو تيجي تمسكيها من الاشياء الاكثر شيوعا الحصوات بسبب قله شرب المويه والسلوكات السيئه، سواء المكملات زي ما قلنا والاشياء هذه كلها. حصر البول بيسبب انه تراكم البول في المثانه، هذا التراكم ايش بيسبب؟ بيسبب انه زي بيكون بول راكد الله يكرمك، ايش بيحصل؟ بيحصل انه بيكون مصدر للبكتيريا، فبيسبب الالتهابات بالذات في النساء اكثر من الرجال، بسبب التهابات المثانه البوليه. حتى الاورام صح هي ما هي نمط سلوكي، بس اذا الوعي زاد الواحد هيعرف ينتبه لموضوع الورم بدري. فتقريبا اغلب صحيح. المشاكل كلها تعتقد يعني ترتبط بالسلوكيات. يعني اتوقع ان احنا خوفنا المشاهدين خلاص من البدايه، امراض امراض امراض، عادات خاطئه، سلوكيات خاطئه. طب نبغى نطمنهم شويه، ولا شيء يعني موضوع العلاج العلاج كل شيء متوفر تقريبا. يعني ما في تقريبا، كل شيء متوفر في المملكه من احدث التقنيات. بس احنا دائما ننصح انه الموضوع زي ما انت قلتي في البدايه بسيط، ما تبغى حصوات اشرب مويه كويس. 70% من الحصوات اللي ممكن تجيك ما حتجيك، ولو جات مجرد مع بدايه ظهور الاعراض، لا تستنى لما الحصوه تكبر وتكبر وندخل وتصير العلاج موجود بس اصعب. لو جيت من البدايه احيانا كثير اذا الحصوه اقل من 5 ملي علاجها بادويه، ما هي محتاجه لا مناظير ولا تفتيت ولا اي شيء. بالنسبه للاورام، مجرد ان عندك في العائله اورام هذا واجب انك انت تفحص على نفسك بدري. الوعي زايد جدا، الكامبينز والاشياء اللي بتبين بتزود الوعي في المملكه صارت طول السنه موجوده. فما في شيء ان شاء الله يخوف، كل شيء له علاج، وبس احنا بنحاول نوعي الناس انه ما يجونا اصلا ان شاء الله باذن الله. وهذا من جد اللي بنحاول ان نسوي، نشر الوعي عند الناس. صحيح. مع ان الناس صارت واعيه جدا جدا، فرق كبير جدا الفتره. ومن المهم ايضا اني اسالك، في عصر كورونا هل هناك علاقه بين كورونا وامراض المسالك البوليه؟ في دراسات مره كثيره تسوت على الموضوع هذا، واغلب الدراسات تسوت على الفاكسين، على اللي هو اللقاح. كريليشن بين الكورونا والمسالك البوليه ما في امراض معينه، بس في اشياء لوحظت انها تسوى، زي تغير في ريحه البول الله يكرمك، انه اغلب البيشنت المرضى اللي جالهم كورونا بيحسوا انه عندهم ريحه البول بتتغير مع فقد حاسه الشم، بعدها بتتغير، واحيانا بنسميها فيش سميل، يعني زي ريحه السمك، وهذه فتره مؤقته. هذا اكثر شيء لاحظوه ان الدراسات، بس ما في شيء يعني جدي او شيء يخوف. اللقاح تقريبا كل الدراسات اثبتت انه اللقاح ما له اي تاثير تجاه المسالك البوليه تماما. طب هل شفت مثلا امراض نادره ظهرت عند الشباب البنات او الشباب في الفتره الاخيره؟ في المسالك بسبب الكورونا ولا بصفه عامه قصدك؟ بصفه عامه بشكل عام. ما في شيء نادر، بس في شيء اللي هو صاير زايد، اللي هو مشاكل النساء للمسالك البولية، هذه صايرة زايد الفترة الأخيرة، وأعتقد أن هذا جزء كبير برضو من الوعي. زمان كان الخجل يقول لك أنا عندي مشكلة بس خلاص حسكت وما أروح، دحين أنه أي أحد بيعاني من مشكلة، سواء أنه التهابات متكررة، سواء أنه سلس للبول، سواء أي شيء، صار على طول يجي يزور الطبيب، والعلاج بسيط وكل أغلبه بالأدوية. فهذا الشيء أنا أعتقد أنه برضو له علاقة به الوعي اللي صار موجود في المملكة. حلو. طب إيش أفضل طرق الوقاية من الأمراض مع كل هذه المشاكل تتعلق بالمسالك البولية؟ الوعي
الاهتمام بالامور العامه للصحه. اغلب مشاكل المسالك البوليه لها علاقه بالامور العامه بالصحه. شرب المويه ما حيفيد بس المسالك البوليه، حيفيد المسالك البوليه، حيفيد الجلد، الكلى، حيفيد الكلى، حيفيد بيفيد كل الجسم. الوعي يعني صار الحين كل شيء موجود اونلاين، حتى احنا عندنا في الموقع حق الجمعيه السعوديه لجراحه المسالك البوليه كل الامراض مترجمه بالعربي، وكل النصائح موجوده على الويب سايت وعلى الموقع حقنا. اي واحد حيدخل عنده شك في شيء ويقرا حيلاقي موقع فيه معلومات مضمونه من مصدر مضمون. سمعت معلومه باك تصحح لي اياها دكتور، سمعت ان كثره شرب المويه مو كويس. لا، هل هذا الشيء صحيح؟ لا غير صحيح. احنا بنتكلم على حد ادنى لترين بس. اللي بيشرب زياده بالعكس ما حيضره ابدا، الا في حاله واحده اذا هو عنده مشاكل في القلب ولازم يوازن دخول المويه لجسمه وخروجها، وهذول المرضى. لا، اتكلم من ناحيه المسالك البوليه. ما بالعكس، جدا ممتاز، جدا جدا ممتاز. ما اتاكد من هذه المعلومه. لا ان شاء الله لازم متأكدين. يعني ما شاء الله تبارك الله اشرب مويه مره كثير، فاضطر اني كل شويه وانت بكلامه اتخلص. هو هذا ايوه يعني ايوه، اللي بيشرب مويه كثير بيروح الحمام، يعني انا كثير بيروح الحمام اكثر، بس كانه كضرر او مصلحه للكليه اكيد شرب الماء الزياده بيخلي الكليه تشتغل اكثر، فبيخلي بالعكس بيخلي المواد السامه تخرج اسهل كثير. جميل جدا، شكرا لك دكتور، نورتنا وشرفتنا، يعطيك الف عافيه. الله يسلمك. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير ونرجع لصناع القهوه يتحدثون عن سلوكيات رواد المقاهي.